إذن أهلا وسهلا بكم متابعي المملكة مدينة فاس. بطبيعة الحال الشهوات الفاسية فاس وما أدرك ما فاس. فاس عاصمة العلم، فاس عاصمة الحضارة، فاس عاصمة الأذواق الرفيعة. احنا كنتواجدوا الآن متابعينا الكرام في باب بوجلود عند أشهر بائع ديال الحلويات الغنية عن التعريف بطبيعة الحال، واللي كنجيو لأن بكل صدق عنده داك الشيء مصمق ومتول كما كتشاهدوا معنا. شاب نظيف يعني كيشتغل على راسو، معروف هنا في مدينة فاس بطبيعة الحال حميد، كيستقبل بكل صدق كيتابع معنا اللايفات ومتشوقين باش لأنهم يشوفوا هاد الشهيوات الفاسية ديال فاس، اللي أكيد كيجيو الناس من مختلف المدن المغربية باش ياخذوا الشباكية والفلالية والبريوات الفاسية ومجموعة من المنتوجات الحلويات ديال رمضان. غنبقاو معكم متابعين في حوار مع السي حميد ومع الزبناء. كتشوفوا الحلويات على الاشكال والاذواق، هنا البريوات يعني الشباكيه بالانواع ديالها كامله كما كتشاهدوا معنا متابعينا. الخليع، كاين الخليع حتى هو موجود، وما غنعرفش في الدومين اكثر ما غيعرف السي حميد اللي غيقربكم بعض اللحظات من الاثمان وكذلك من الانواع ديال كل الحلويات. الفلاليه حتى هي كاينه هنا، انتم كتشوفوا اذا دائما معكم متابعينا في هذا البث المباشر. قلت هنا من قلب مدينة فاس كتشاهدوا العملية كيفاش كتتم ما بين الزبناء. هذا كل كيلو يشتي ولا كل كيلو في الانتاج الاول؟ لا هو جوج ديالو هو دير واحد. اوكي اذا نزيدو هو بزيت ماس اذا كاينين حتى لي مو تكنيك يعني البزيط ماس واش عامرين ولا خاوين. شادو على البزيط ماس كاعطونا بزيط ماس. بزيط ماس اكيد الثمن ديال هادو كاين اختلاف، هما الاسمية ديالو كنت بحال الشكل ديال المفروط نفس الثمن، البليغات وهادو هما نفس الثمن، الصبيعات هما نفس الثمن، هذا كيعطونا الدرهم والمفروط البليغات. يعني الا بغينا تخلي كيلو تخلطو ممكن وي هادو يخليو واحد كيتسماو شكالات ونفس الثمن غير اختلاف فاش في المقادير وصافي، هما هما الثمن واحد 80 درهم هذا كيلو خلطو هذا اذا كتشوفوا الطريقه ديال استقبال اكيد الزبناء. ذوق ضروري من هيك الذوق صافي، الا ذقتي الا ذقتي صافي، الا ذقتي غتاخذ حلي مشولي. هذا كتشاهدوا معنا معروف لي بهاد المسائل ديال الذواق كل شيء نعم واخا ما يشريش ما عندك يعني ضروري تعطيه ذوق على شنو كتبيع نتايا. نعم نعم الشهيوات انت كيتشهى الحاجه دايز كيتشهى اذا ماشي بالضروره تبيع له. تبارك الله على السي حميد انتم كتشوفوا كبر بك هذاك المطب السميده والتمر التمر وهذاك مرة نشوف السنجلان عندك. واخا الناس اللي كيسولوا غير يعني ياخذوا الزبناء، حنا كنشوفوا اكيد قلت لكم في البث المباشر غنعرفكم الاسمنه ديال كل حاجه بوحدها. الشهيوات الفاسيه اكيد راه طلبتوا منا لايف على الشهيوات ديال رمضان فاس، خاصه فاس لان فاس لربما معروفه يعني بالسماق وبالتاويل كما كنقولوا. وهادو زبناء جاوا من كازا، كيجيو من كازا فكي كياخذوا بطبيعه الحال غادين كتشوفوا متابعينا هكذا كتتم العملية. الناس كيجيو من مختلف المدن المغربية لهنا الأذواق ديال فاس، فاس معروفة بالسماق وبال يعني بالتاويل بال يعني بال شوفوا كيفاش حتى الطريقة كيفاش مرتب لربما الشباكي كل حاجة في بلاصتها ومتولة مقادة مزيان والنظافة فين ما تجي تلقاه كيسيق، يعني فين ما تجي كتلقى حميد كيسيق. وهذا يعني ماشي غير كاين حميد، كاين بزاف ديال التجار اللي مصمقين في مدينة فاس
واللي اكيد كيقصدهم الزبناء من كل المدن المغربيه. كتشاهدوا معنا الزبناء اللي جاوا بطبيعه الحال، خدينا يعني الاستشاره ديالهم باش ندوزوا معنا في اللايف. قالك ما كاين مشكل، هي العمليه كيفاش كتتم ديال يلا البارطاج لا نطاق. اللي بغى يعرف المنطقه، حنا في باب بوجلود، يعني كتزيد في الهبطه ديال اللي كتهبط الطلعه الصغيره في باب بوجلود، هنا فين كاين يعني اصحاب الشباكيه، وكاين السي حميد. فهمتي، تا ناخذوا الاذن ديالها. اذا انتم كتشاهدوا متابعينا الكرام، كتشوفوا هنا كذلك في الفيترينا التسماق، يعني السلعه معروضه بواحد الطريقه زوينه. غنشوفوا غتشوفوا ربما الانواع ديال الشباكيه وديال الفلاليه وديال البريوات وديال بزاف ديال الانواع، كل حاجه وثمنها. غنعرفوا الاثمنه على ما يسالي الكليان ديك الساعات ان شاء الله، غنعرفوا الاثمنه ديال كل حاجه بالثمن ديالها. كاين الخليع ايضا، كاين الحلويات، هانتوما كتشاهدوا حلويات، يعني المالح والحلو، يعني هانتوما كتشوفوا كل حاجه. حاول نبين لكم هاد الشهيوات. كتشوفوا كل الاشكال والانواع، كاين الخليع ايضا، والصوره ديال جلاله الملك الله ينصره، يعني النخبه الوطنيه، الانجاز اللي حقوه في مونديال قطر، كيف تخر به كل تاجر وكل مغربي اكيد. كتشوفوا هنا كاين لائحه ديال الاثمان، كتشوفوا الحلوه 24 درهم، حلوه الكوك 35 درهم، حلوه القوام 50 درهم، حلوه اللوز 160، الفلاليه 24، الفلاليه ديال اللوز 80، كل حاجه وثمنها. البارح صيفطت عليه الخاين جابوا لي ما بقاش. ها انتم كتشاهدوا هنا قربكم قبل ما نعطيكم الاثمنه ديال كل حاجه. هذيك اللي عندنا هنا كتشعل لها شويه. داكور؟ كاين هنا معمورين، يعني نص كيلو، هذه فيها نص كيلو. بدورنا كنباركوا العواشر لكل الساده المتبعين الاوفياء، وكنقولوا لهم عواشر مبروكه بالصحه والسلامه والعافيه وكامل المتمنيات ان شاء الله، يعود علينا وعليكم بكل ما هو جميل ان شاء الله باذن الله. ورمضان شهر الرحمه والمغفره، وشهر بطبيعه الحال ديال التقرب من الله. خدش بحال منا. لا 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 صافي، لا بزاف، لا بزاف. شنو قاعد الدوخه؟ لا ماشي الدوخه، هذه انا بزاف. بحال اللي باش تولي. إلا حلا غياخذ، إلا حلا غياخذ. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله الحاروت راه مع صاحبي دابا تقول له لا راه ماشي حارت، يقول لي لا راه هو راه كبر الحاروت. كبر الحال سبحان الله، كيشتك كيشتك عقلت عليك بالنضاضر. الله يحفظك. الله يودي. هذه القمر كما كيقولوا. إذا هاد الناس جايين بطبيعة الحال من مدينة الدار البيضاء، أكيد الناس ديال كازا كيسولوا بزاف على الشهيوات الفاسية، وكنشوفوا من خلال التعليقات فوقاش غديروا لنا لايف ديال الحلويات الفاسية، بغينا نشوفوا كيفاش دايرة، بغينا نشوفوا الأثمنة كيفاش دايرة. الأثمنة متناول، كاينة الحلوة ديال يعني الشباكية دايرة 24 درهم. غنقربكم من الثمن ديال كل حاجة بوحدها، بريوات شحال، فلالية شحال، الشباكية شحال، كل حاجة غنعطيكم الأثمنة ديالها بوحدها. وغنواصلوا معكم اكيد هذا اللايف في اطار يعني تقريبكم من الشهيوات ديال رمضان بمدينه فاس، وكنعرفوا الخصوصيه هي خصوصيه فاسيه، يعني الحلويات هي اختصاص فاسي، واللي كيتقنوها يعني فواسه بطريقه جميله. انا قلت لا في لاكاليتي، لا في الطريقه ديال الصواب، لا في الطريقه ديال لا بريزونطاسيون، يعني كيفاش كيقدموا السلعه يعني للزبائن ديالهم، لا الطريقه ديال الاستقبال ديال الزبائن، حتى داك الحلاوه ديال اللسان ديال فواسه اكيد، فكيخلي لربما الزبائن يمشيو يعاودوا يرجعوا. الزنجلان ضروري.
يقولوا له شي دولة واحدة أخرى سمسم. سمسم ولا الزنجلان يعني بلغة أخرى كيتعيط له السمسم. إذا ها انتم كتشاهدوا متابعينا، نقربكم من هنا من هذا المكان أيضا. كتشوفوا فيترينا فيها حلويات، فاللي بغى شي حاجة يسول غنقول لكم الأثمنة كلها. حميد اللي بغى يخلط كتخلط له. حميد شكرا كذلك للزملاء الكرام، كنتمنى لكم عواشر مبروكه، الله يدخلوا عليكم علينا بالصحه والسلامه والعافيه وكامل المتمنيات.